عادة يا مساء الجدعنة، وقاصد أقول يا مساء الجدعنة في حلقة جديدة لأحلام مواطن، عشان حكايتنا النهاردة كل توصيفها المعنى الحرفي لكلمة الجدعنة. الجدعنة للست المصرية الأصيلة، الجدعنة لما واحدة تعيش ظروف اضطرتها تشتغل مهنة ولا أصعب بالنسبة لواحدة ست تشتغلها، لكن كان الدافع ثلاث بنات بتربيهم، يبقى لازم اقول يا مساء الجدعنه. حكايتي معاكم الاولى النهارده الاحلام مواطن، بناكد بيها ان العمل والرزق الحلال والشغل واكل العيش ما فيهوش مستحيل، بالك بقى لما يبقى البطل بتاعه واحده ست. ام الاء، الست الجدعه المصريه بنت السويس شاديه صلاح. حكايه شاديه صلاح النهارده اللي حابب ابدا بيها مع حضراتكم، كلنا متفقين ان في بعض المهن بتبقى صعبة جدا بالنسبة للسيدات بالمقارنة بالرجالة، لكن لما تضطرك ظروف الحياة عشان تثبت دايما ان انت موجود وحريص على بيتك وبناتك، حتى المهنة الصعبة دي هشتغلها، حتى لو هتعرض لبعض المضايقات، هقابل بعض الصعوبات، لكن الاهم اربي بناتي واعلمهم وسطرهم واجوزهم، يبقى لازم اقول لها تحية تقدير واحترام. ودايما بنشوف ان الست المصرية في مهن كتير، وشفناها قبل كده في بعض المهن بنقول صعبة جدا، لكن هناك نماذج كتير جدا. يعني السيدة أم آلاء ليست الست الاولى في هذا الصدد، ولكن هي حكاية تشرف كان لازم ان احنا نبدأ بيها حلقتنا النهاردة. أم آلاء شادية صلاح ام الثلاث بنات، بتعمل ايه ام آلاء؟ في عز الحر تصلي الفجر وتطلع تقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، رزق عليك يا ربنا عشان اربي بناتي. بتشتغل ايه؟ سواقه على ميكروباص ما بين السويس والقاهره، خد بالك بقى يعني مش كمان داخلي داخل المحافظه، لا ده بتسافر بيه، وتبدا تشتغل هذه المهنه، تقابل زباين وتركب ناس وتنزل ناس وتروح وتيجي في مهنه صعبه جدا، تبداها من بعد الفجر عشان تربي بناتها. ايه حكايه ام آلاء؟ انا مش عاوز احكيها، ولكن عاوز اقول اهلا بيكي يا ام آلاء، برحب بيكي في احلام مواطن. اهلا بحضرتك، انا متشكره قوي جدا على المقدمه الجميله دي. انا بتكلم بقلبي، ودايما الناس متعودين في احلام مواطن يسمعونا كده بتلقائيه او عفويه، فالكلام اللي من القلب وبصدق بيوصل للمشاهد. احنا في بالفعل في اللي انا حكيته ده، انا مش بجاملك ده حقك، بس حابب اعرف حكايتك يا ام آلاء. قول لنا كده، ايه بناتك عندهم قد ايه؟ اشتغلتي بقالك قد ايه في موضوع سواقه الميكروباص؟ ايه الموضوع جه ازاي؟ خدتيه ازاي القرار؟ ايه الصعوبات اللي بتقابليها؟ يعني فضفضي معانا كده في هذا الاطار. انا القرار جه ازاي؟ انا بعد ما حصل لي ظروف عائليه انفصلت، وبقيت بقى لوحدي بفكر في حاجات كتير ومش عارفه اعمل ايه. معايا ثلاث عرايس، معايا الاء ليسانس اداب، معايا في الطاق في بكالوريوس تجاره، معايا جنى تعليم وتعليم خاص. ف وقعت وقعه، السجاده انسحبت من تحت رجلي، طب اعمل ايه؟ طب اروح فين؟ طب ما عرفتش اقرر اعمل ايه. قعدت افكر كتير، جمعت كل قرش معايا، جبت العربيه الميكروباص، ما كانش في دماغي بصراحه اشتغل عليها، اديتها لكذا حد بصراحه تعبوني. رجعت قلت لا، طب انا كده مش هصرف من جيبي على العربيه مع السواقين ومع ده ومع ده. على فكره انا كمان بكالوريوس تجاره. ما شاء الله مؤهل عالي انت وبناتك، حاجه جميله. واعرف كمان انت 50 سنه يا ام آلاء، اعتقد كمان 50 سنه ما شاء الله. 47 سنه الحمد لله. 47 ربنا يديك الصحه وطولة العمر. قلتي بقى لا مش هديها لحد يشغلها عشان اضمن مصدر رزق، انا هغير طريقه تفكيري عشان اجهز بناتي وعشان اقدر اصرف عليهم. انت عارف حضرتك طبعًا. اليومين دولت ما حدش يعني الحمد لله ربنا يقويك. فقررت انزل، فكانت خطوه جريئه وخطوه قويه بصراحه، بس المتاعب كتير اللي بتقابل الستات في طبعا كونك يعني